في هذا الفيديو راح نتحدث عن تحليل التباين الـ Analysis of Variance اللي يطلق عليه الـ ANOVA للمعادلات الخطية متعددة المتغيرات، واللي يعتبر هو الأساس أو المطلب الأولي عند إجراء فحص الـ F-Test وفحص معامل الترابط الـ Correlation Coefficient وفحص معامل التحديد اللي هو الـ Coefficient of Determination وفحص الخطأ المعياري الـ Standard Error للمعاملة للمعادلات الخطية متعددة المتغيرات. الأنوفا ليس فحص بذاته، وإنما هو تحليل يلزم للفحوصات الأخرى. الآن لنفرض أنه في عندنا تجربة مكونة من 6 متغيرات تم إجراءها ل10 مرات، وكان عند ظروف مختلفة، وكانت النتائج اللي هي مبينة عندنا هون في العمود تبع Y. فالمعادلة هي عبارة عن Y بتساوي A1 X1 زائد A2 X2 زائد A3 X3 زائد A4 X4 زائد A5 X5 زائد A6 X6 زائد B، حيث أن طبعا A1 A2 A3 A4 A5 A6 و B هي المعاملات، و X1 ل X6 هي المتغيرات. بلزمنا لإجراء تحليل ANOVA إنه نوجد بالأول قيمة هذه المعاملات. قيمة المعاملات في لها طرق متعددة إحنا شرحناها سابقا، وحكينا من أسرعها باستخدام إكسل هو استخدام الأمر إكسل اللي هو Line Statistics، اللي منظلل جدول مكون من عدد المتغيرات زائد واحد، فعندنا 6 متغيرات زائد واحد صار 7، في 5 أسطر دائما. بنظلل هذه المنطقة وبنضغط على يساوي واللاين ستاتستكس، بنظل بيطلب منا قيم واي، ثم بيطلب قيم اكس، ثم بيطلب انه نعطيه ترو اذا كنا نحسب البي از نورمال، وبطلب ترو بنعطيه ترو اذا كنا بدنا جميع القيم الاحصائيه. بنسكر القوس وبنضغط الان كنترول شيفت انتر وليس انتر لوحدها. الان بيطلع عندنا مجموعه جدول، هذا الجدول اللي هون في مجموعه من النتائج. الان النتيجه النتائج هاي المفتاح تبعها هو المبين بهذا الجدول هون. أنا الآن في الحقيقة إنه تحليل ANOVA يكفيله النتائج اللي مبينة في الـ3 أسطر الأخيرة، هذه المجموعة هون تكفي لتحليل ANOVA، وبالأخص في الحقيقة إنه آخر قيمتين في السطر الأخير اللي هم عبارة عن هذه القيمة اللي هي العمود الأول السطر الخامس، عبارة عن square sum of regression، يعني مربع مجموع الانحدار الأخطاء اللي في الانحدار ومربع مجموع الأخطاء اللي هو الفرق ما بين y النظرية و y العملية اللي موجودة في العمود الثاني السطر الخامس. القيمة اللي موجودة في العمود الثاني السطر الرابع هي عدد درجات الحرية، واللي تساوي عدد مرات إجراء التجربة، عدد مرات إجراء التجربة ناقصا عدد المتغيرات، فعشرة ناقص ستة يساوي 4. الآن اللي راح نتعلمه في هذا الفيديو هو انه كيف تم استنتاج هذه القيم، قيم الاس اس سم والاس اس ريجريشن والاس اس ريزيدجوال وايضا المين سكوير سم اوف ريجريشن والمين سكوير سم اوف ريزيدجوال. عشان نتعلم كيف هذه الأرقام من كيف تم استخراجها،
أول شيء بيلزمنا إنه نوجد المعدل قيمة y. نوجد معدل قيمة y، هذا قيمة y الحقيقية وهذا هو المعدل تبعها. ثم نوجد عدد مرات إجراء التجربة اللي هو الكاونت لأي عمود من الأعمدة في هذا الجدول اللي عندنا الآن 10. ثم نوجد عدد المجموعات، عدد المجموعات يساوي اللي هو k، يرمز له ب k، هو يساوي عدد المتغيرات زائد 1، فإن 7 زائد 6 زائد 1 تساوي 7. الآن نبدأ بأول جزء من تحليل أنوفا. الجزء الأول منه أنه نوجد قيمة y النظرية. قيمة y النظرية طبعا تساوي حسب الآن هذه المعادلة y بتساوي a1 x1 ل y a6 x6 plus b. معناها احنا عندنا هذا السطر اللي هون هو عبارة عن الكوفيشنتس اللي هي ال a1 لل a6 مع ال b. هذه قيمة b، هذه قيمة b زي ما احنا شايفين هون، هاي b وهذه a1 وهذه a2 و a3 a4 a5 a6. إذا قيمة y النظرية بدها تساوي x1، بدها تساوي ال x1 في ال a1 زائد x2 في a2 اللي هي عفوا a2 زائد x3 في a3 زائد x4 في a4 زائد x5 في a5 زائد ax6 في a6 زائدا اللي هي قيمة البي. فهذا إذا حاصل ضرب هذا السطر في هذا السطر طبعا بشكل مقلوب. الآن بيطلع لنا قيمة y النظرية، هذه قيمة y العملية. بنكرر هذا ال هذه العملية الحسابية لجميع القيم x في هذا العمود، وبنوجد المجموع، مجموع قيم y النظرية. بعدها في العمود الثاني بنوجد الـ square sum of residual، بمعنى الفرق ما بين y الحقيقية و y النظرية تربيع. الفرق ما بين y الحقيقية و y النظرية تربيع. فـ y الحقيقية هون 900 ناقص 900 تربيع يساوي صفر. هون 900 ناقص 812 تربيع بيكون عندنا هذه الإجابة للأخير. ثم نوجد المجموع، هذا المجموع اللي هو بيكون عبارة عن square sum of residual. Okay. square sum of residual اللي هو هاي القيمة. Okay. زي ما شايفين هنا هذه 32073.8 اللي هي بالضبط هذه القيمة اللي هون اللي تم استنتاجها من التحليل باستخدام أمر إكسل لو لاين ستاتستكس. الآن نيجي لل SS regression. SS regression اللي هي هاي هذا الخلية اللي في العمود الأول السطر الأخير اللي هي هون 22727926.2، هي الفرق ما بين Y النظرية ومعدل Y. Y النظرية ومعدل y تربيع. إذا هذه القيمة هي عبارة عن الفرق ما بين y النظرية ومعدل y تربيع، ونفس الشيء y النظرية ومعدل y المعدل y الحقيقية للأخير. ثم نوجد المجموع، المجموع راح يكون لهذا العمود اللي هو 227926.2 اللي هو بالضبط نفس القيمة اللي تم استنتاجها في هذا التحليل. إذا باستخدام اللاين ستاتستكس مش ضروري احنا نقوم بهاي العملية، كل الأرقام هي أمامنا. الآن نستكمل فحص أنوفا.
عشان نوجد المين سكوير سام اوف ريزيدجوالز والمين سكوير سام اوف ريجريشن، وايضا السكوير سام توتال لهذه التجربة. الان خلينا نعمل هايد لهذه المنطقة. اوكي، الان بعد ما استنتجنا قيمة الـ SS residual اللي هو square sum of residual square sum of regression، بدنا نكون جدول اللي فيه جميع القيم اللي بتلزمنا بتحاليل الانوفا اللي هو analysis of variance. بدنا جدول مكون من ثلاث أعمدة وثلاث أسطر. زي ما احنا شايفين في السطر الأولاني بنتكلم عن الريزيدجوال، السطر الثاني نتكلم عن الريجريشن، السطر الثالث نتكلم عن توتال. العمود الأول هو عبارة عن degrees of freedom للريزيدجوال، ثانيا degrees of freedom للريجريشن، ثالثا degrees of freedom للتوتال، بعدين square sum للريزيدجوال، square sum للريجريشن، square sum للتوتال، واخيرا مين سكوير سام اللي هو الام اس للريزيدوال وللريجريشن. ما فيش شيء اسمه مين سكوير سام للتوتال. الان المعادلات موجوده في هذا الجدول، ما علينا الا نطبق. اذا الديجريز اوف فريدم للريزيدوال هي عباره عن ان ماينس كي، ان 10 وكي 7، اذا 10 ناقص 7 يساوي 3. ال degrees of freedom للريجريشن عبارة عن كي ماينس 1، كي 7 ناقص 1 ويساوي 6 اللي هو عدد المتغيرات. ال degrees of freedom التوتال هو مجموع الرقمين هذولا، مجموع الرقمين هذولا او ان ماينس 1 نفس الشيء. الآن square sum للريزيدجوال، square sum residual هو هذا الرقم اللي هون، اللي هو y minus y prime الكل square summation. ال square sum of regression للانحدار، مربع مجموع الانحدار اللي هو الرقم اللي استنتجناه في هذا العمود. ثم السكوير سم اوف توتال هو حسب المعادله السم اوف واي، يعني واي الحقيقيه ناقص معدل واي حقيقي، لكن من بهذه الطريقه هون صعب انها تستنتج، لذلك هو الاسهل انه نجمع هذول الرقمين مع بعضهم. ف هو عبارة الـ square sum of total هو عبارة عن مجموع الـ square sum of residual زائد الـ square sum of regression، فهذا عبارة عن مجموع هذا الرقم زائد هذا الرقم. يبقى عندنا الـ mean square sum of residual هو عبارة عن قسمة الـ square sum of residual مقسوما على degrees of freedom، يعني هذا الرقم هو عبارة عن قسمة هذا الرقم مقسوما على حاصل قسمة هذا الرقم على هذا الرقم. وال mean square sum of regression يساوي square sum of regression على degrees of freedom للregression. بيكون هذا الجدول اللي أمامنا هون هو عبارة عن التحليل الكامل للتباين اللي سنستخدمه لاحقا في فحوصات الـ F-test والـ goodness of fit test والـ standard error of Y والـ correlation coefficient والـ coefficient of determination. نتأمل انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.